السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فانجين جروب، لا تنسون لايك وشير سبسكرايب تكون كومنت. اليوم راجع لكم فيديو جديد، واليوم راح يكون نتكلم عن اليورو، نتكلم عن اخر مباريات اللي حدثت في اليورو. فلا تنسون لايك وشير سبسكرايب، انستغرامي تحت بالوصف، تويتر تويتش تحت بالوصف. فبس ما اطول لكم مقدمة، اترككم مع المقطع، مشاهدة ممتعة. اول شيء نبدا بايطاليا، شو راح نتكلم عنهم. ايطاليا لعبوا ضد سويسرا، لعبوا مباراتين لحد الان حلو. اول مباراة 3-0 تعبوا رد على تركيا، اللي بعدها ضد سويسرا. محمد الافرقه هذين منتخبات صغار بيتأهلون يصعدون دور 16، راح يبدا يصير الوضع دايم يا الان، راح يبدا المنتخبات تصير قويه. يعني فرنسا ضد المانيا، البرتغال ضد فرنسا، البرتغال ضد اسبانيا، هني الوضع يحمى. فبقول لي محمد اوكي، ولكن يا جماعه الخير ايطاليا، يعني انا بقول لكم شيء، تركيا لما يباري سويسرا او مثلا اي فريق مثلا، شفت ايطاليا صح معهم 3 فرق بعد من المجموعه، لو 3 فرق يبارون بعض كل واحد مره كذا يباري هذا يباري هذا، ما تحدث النتيجه. يعني مثلا الحين تركيا لو يباري سويسرا اللي خسر من ايطاليا 3-0، تركيا يفوز على سويسرا 3-0، لا يا جماعه، صلوا على النبي وصدقوا، الله وصلوا لسمبر كسير. مستحيل. في إيطاليا مقدموا يعني بداية رائعة في اليورو، تيرو موبيلي، فيراتي مطلوب من عمالقة القارة، وكلاتي لاعب إيطالي، وعندك بوريلا شمعة الوسط في الارتكاز الوحيد، حامل لقب دوري الأبطال هذا العام جورجينو، أسطورة صراحة، أسطورة، وكانتي مكونين محور مزدوج قاعدين، بس هم مني ماكو محور مزدوج، بس هو واحد محور باريلا والكاتو ديشون، ولكن مسكر على الوسط جورجينو، دفاع ممتاز، الحارس ممتاز، المدرب عرف كيف يتكتك المباراة، عرف كيف ينظمه ويتكتك عليه، عرف كيف يجمع فريق يليق به، عنده احتياط ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، والسلام مع أشرف المرسلين النبي صلى الله عليه وسلم، ما شاء الله العلي العظيم. إيطاليا لهم دور كبير، ولا تشيلونهم برا قائمتكم، وهم قادمون بقوة كبيرة. قائمة بفوز هولندا 2-0 صراحة، كومان ياي، شاف دي باي بعد المباراة في أحد، طبعا شفت الناس قال حق دي باي اللي كان قاعد فوق قاعد يطالعك، بعد أشهر ستلعب تحت أمره، يعني تقول والله لحد الآن الأمر ما تم. ولكن الحين بعد اليوم تصور هذا الفيديو تم رسمي نودي باي لعب برشلونة، راح تلعب تحت أمر كومان الهولندي اللي راح شافك انت وديانق. ويا جماعة الخير هذا اللاعب في نودي، مقسم بالله العظيم رب العرش العظيم، جبار، أحسن كومان هو قاعد طالع، ندم انه ما حط ضغط عليه باريس، دخل يابا على طول، برشلونة كان طول الوقت قاعد يقولون بيبي ما يابا، باريس دخل ثانيتين يابا، برشلونة من سنتين مو راضيين يبونه. راضين يقولون انه سوي رن الممتاز 4-0 اخر شيء، كمون محور هو بديونج اسطوري، ديونج اللي يمتلك يعطيهم الكرات العمودية، يسلم اللعب، يعطيهم الحرية اكثر بالهجوم، يكون واقف لورا شوي، مسكر، ينقص بينالدم هو قوته الدفاعية، هجوميا جبار جدا، ويعطيك قوة عددية في الهجوم، كرات الراجعة، يعطيك اياها. بينالدو جبار، يعني مبروك لباريس، لاعب جدا اسطوري وصغير، يعني مو يتصغر بالعمر، ولكن يعطيك 5 سنين صحيح، يعطيك 5 سنين زيادة عادي، صار نفس ابراهيموفيتش بوفون يعطيك وايد، عادي يصير يعطيك وايد. صراحة النمسا لعبوا زين مع ديفيد الابا بالتنظيم الدفاعي، التنظيم الهجومي، التنظيم الدفاعي كان شوي سيء، سهل اختراقه، ولكن بالكرات الطويلة جدا سهل اختراقه، يعني كرة عمودية كذي مثل ساقطة لديباي كذي جدا صعبة، ولكن يعني ما يقدرون يلعبون هذا اللعب هولندا الكرات الطويلة، منو اللي يستلم كرة؟ بس دينفرس يعني رائع جدا، اللي سجل الهدف الثاني، يا جماعة الخير اقسم بالله العظيم دينفرس لحد الان، يعني اول مبارتين لهولندا مسجل الهدفين، كل مباراة هدف، بعد عنده مباراة لحظة جمال مقدوني يمكن يسجل، جبار اقسم بالله، هذا يسوي خلل الدفاع للخصم، يسوي ارتباك اقسم بالله، دش الكرات الراجعة، رأسيات اللاعب جدا جبار اقسم بالله، يعني مدرب فرانك دي بور، يعني هذا الشيء جدا راح تربحه، هو اللاعب رائع. يا جماعة الخير منفيس ديباي، شفت الفرصة اللي ضيعها؟ اوكي، لعبها ويرفليكس، ما عجب اليم لعب لها، شاتها على الطالب اليسار وضاعت.
هذا جماعة الخير أنا شفته يعني على برشلونة كذي حلو، مع إن السكان مسجل عندي بعدين قبل كان تيجي جوات بس قلت يلا عادي يلا ما فزت باي مليون مرة سواها ديمبلي وجريزمان وميسي ومشينا وياها يلا عادي ما نحكم عليكم الفرصة، تعالوا برشلونة ونشوف وضع كذا ديم ولا يلئيم إن شاء الله يكون وضع ديم صراحة أنا لابا يعني لو جنسيته غير مثلا إسباني يعني أنا لابا والله من اللي قاعد يلعب وياهم هذول الناس تكبر منهم في محترم منهم تكبر بس لابا يعني أقسم بالله العظيم فانتهت المباراة 2-0 ألف مبروك جماهير هولندا هالك جماهير النمسا انتهت المباراة 1-1 كرواتيا والتشيك أقسم بالله العظيم صح هدف التشيك ركلة جزاء هدف بيريسيتش أقسم بالله روح يا شيخ يا جماعة الخير هذا كبير اللاعب يكسب ويعد ويضرب يمين يسار شوت شوت ما عنده هذا بيريسيتش أقسم بالله يا ولد يعني الحين هو بايرن ميونخ صح راح يعار ولا شروه بايرن ميونخ أتوقع أقسم بالله إن اللاعب جبار يا جماعة الخير سجلوا بلنتي الدقيقة 37-43 عسل يا ريت بيريسيتش أقسم بالله مباراة رائعة ولكن كرواتيا أحس فريقهم ضعيف أقسم بالله فريقهم ضعيف مو اللي صاعد نهائي ضد فرنسا ذيك المرة لا فريقهم ضعيف مع إن نفس اللاعبين يعني هم بالمنتخب مو انتقالات اللي لا هم جنسيتهم يلعبون فيه طول الحياة ما يدرون غير جنسيتهم إلا لابورت اللي ما شاء الله غير جنسيته من فرنسية لإسبانيا مع إن فرنسا قبلوا الحين وياه أتوقع مستانس يقول راح ناخذ اللقب حقت جريزمان سجل جول ضد المجر تعادل الحمد لله مباراة رائعة جدا ولكن كرواتيا فريق ما أتوقع راح يكون له أمل إنه يجيب البطولة قبل كان له أمل ولكن الحين ما أدري صراحة الوسط ممتاز راكيتيتش مودريتش بروزوفيتش كوفازيتش ولكن الدفاع منو فيدا منو يا جماعة صلى على النبي وصفقوا منو هذيلا صراحة بيرسيتش هو اللي قدم مباراة رائعة فريق التشيكي مقدم ولكن لازم نبني على منظومة الدفاعية بأن 45 دقيقة ما استقبل هدف كرواتيا ما نقدر نثني عليها ولكن ما نقدر نثني عليها كل سنة لأن يعني المباراة ما قدمت المباراة بداية اليورو يعني أول مرتين ثلاثة ما قدمت ولكن كرواتيا هي أقوى من التشيكي فما نقدر نثني على منظومة الدفاعية وايد لذلك اللي ضعف يعني التشيكي يعني مو اسمهم كبير يعني التشيكي ولكن لا فلازم نثني على منظومته الدفاعية والتنظيم والفكر اللي عنده واسحب مني لاعب حط مني لاعب نظم على كل لاعب بيرسيتش مني مودريتش كل شيء مودريتش الجماعة خلاص اتوقع بعد اليورو كمل نص موسم مع ريال مدريد او موسم ودعي يا مدير على 37-38 سلام يا مودريتش فتت المباراة فوز لا تعادل تفوز اقسم بالله في كرواتيا عشان مودريتش ربك يا ريسه يا الله يا مدرب شخص بالله حرام اللي قاعد يصير فيك انت نفسها رابع الفريق اللي معاك استغفر الله العلي العظيم يا جماعه خلينا مباراه اسكتلندا وانجلترا صراحه انا ما شفت ولكن شفت سمعت طلعت من اخر شوي انهم ضيعوا انجلترا اسكتلندا كان مدافعين بجبر وتالق وتنظيم فكر خش الدفاع صلب كذي مع اندرو روبرتسون يعني كانوا لاعبين دفاعي بشكل ملخص ضيعوا فرص هاري كين ما سدد ولا تسديدة على المرمى من بداية اليورو ميسون ماونت جريلي اشتغل أثر شوي ولكن مو وايد الدفاع عندهم سهل اختراقه يعني عن نفسي أشوف سهل اختراقه يعني لو يلو فريق يضربهم والله بالدفاع الدفاع اللي عندهم إياه يعني لو يوم منتخب شيء قوي مو يعني اسكتلندا واحترامي ليه طبعا كان يا بيت عادة نتيجة ممتازة ولكن يا جماعة الخير لا تستهزئون بالفرق الصغار اللي مثل جدي لا تستهزئون فيهم لأن أقسم بالله يطلعوا لك ولد يدافعوا لك نهاية المباراة ويفوزون نفس اليونان تذكرون يفوزون 1-0 بركلة جزاء فاول رفع كورنر ويفوزوا 1-0 أو كل تعادلات اليونان شيء لأن دفاع عادي فأنت لا تستهين بالفريق لو عندك هجوم الأرض عادي تتعادل نفس برشلونة أتلتيكو مدريد أتلتيكو مدريد دفاعهم قوي برشلونة هجوم قوي واقفين بالدفاع لا تستهزئ فيهم واقفين بالدفاع خلاص المباراة 0-0 كان ممكن يدشونك بجول اتلتيكو مدريد ما بتكلم اتلتيكو مدريد ولكن بتكلم عن هذه المباراة ميسون ماونت كان رائع ولكن المحور المزدوج اللي يتكون من فيليبس ورايس هذا جدا ممتاز اقسم بالله العظيم يا ولد انا اقول شنو لاعب عندك اندرسون عندك هذين اللاعبين هذين المحور المزدوج واقسم بالله خصوصا فيليبس يعطيك تمريرات من وحي الخيال لما لعب ضد كرواتيا حتى تألق بشكل كبير فيليبس والكل ثنى عليه هذا اللاعب يعني مكسب كبير اللي صوتك تساوي رغم النجوم بحر النجوم عندك اياه ما ابي تتعامل مع يعني فرقه كذي يعني ما ادري ايش اقول لك بس
لازم تشوف تراجع وضعك وتشوف الوضع. راح مباراة فرنسا وهنج المجر، مباراة انتهت بالتعادل 1-1. مباراة صراحة فرنسا ضغط ضغط ضغط، جريزمان أهدر العديد من الفرص رغم انه سجل وكان من ابرز نجوم المباراة، يمكن نجم المباراة برأيي، ولكن اضاعت الفرص قبل ما يسجل المجر. بنزيما وجريزمان اضاعوا، خصوصا بنزيما يا جماعة، تخيل شفت الفرصة اللي في جول فاضي، يعني انت عادي لو بريال مدريد كان سكرت عنك جول، كان تحتفل فيه. لا اقسم بالله يا ولد، في لاعبين بس بالمنتخب يلعبون، فريقهم ما يلعبون، في لاعبين بس بالفريق يلعبون بالمنتخب ما يلعبون، ما ادري السالفة. بنزيما احسن متناغم، بس من اول ما عودته ما سوى شيء بنزيما، لازم يراجع نفسه ويشوف الوضع معاه ويضبط الامور. جريزمان رائع اقسم بالله، العظيم رائع، ضيع وكذي، ولكن اوكي ما ضيع فرص، ضيع بنزيما، بنزيما ضيع فرص تسجل هذه صراحة. جريزمان نجم اللقاء برأيي، مرر تمريرات، فتح اللعب، يعطيهم الحرية والتحركات، يعني اللاعب اللي كان يراقبه تعبه، لأن جريزمان يتحرك 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 طول الملعب، يحرس الملعب، يحرس يروح يمين يروح يسار، صراحة وايد ينزل تحت للوسط، هذا شيء جدا ميزة ممتاز، لما ينزل للوسط يفتح اللعب مع الأظهر يمررون تمريرات، لأنه هو لاعب خلف مهاجم، فلما ينزل للوسط جريزمان جدا ممتاز في التمريرات. أنا قلت أقسم بالله العظيم، قلت شو اللعب، ليش مستهزئين فيهم؟ بعد دقائق قليلة سجلوا الهدف، هدف رائع، دفاع محكم من فريق قاضية صعب اختراقه، هدف يتحمله بجنب البابل، بجنب البابل، ليش ساحب ويا اللاعب؟ ساحب مهاجم أكيد راح يكون أسرع منه، كنت تدري إنك بطيء، ليش ما راجع ورا واللاعب يكون مني؟ ليش لازق يمه؟ راح يهرب 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 كذي كذي، أنت بطيء أنت بطيء، ما تلعقله ما تلعقله، لو بفرت مني واللاعب مني، اللاعب لما يروح أنت واقف ضيع داخل الهجمة، خطأ خطأ، ولكن ونتو كان جدا ممتاز التفاهم بينهم. جدا ممتاز، الهدف رائع أروع من رائع. حس تناغم كان بيمبي وفاران جدا ممتاز، فاران فاران برا قدم مباراة رائعة، ولكن الفرصة الأخيرة الذي أهدرها لو خلاها حكيم بيمبي، حلو راح يسجل كيم بيمبي، أقسم بالله العظيم بعد لو خلاها كيم بيمبي، كيم بيمبي خلاها لجريزمان، جريزمان على اليسار 90 يا ولد، عسل أقسم بالله. طبعا أنا سجل فرنسا، حلو، بعد في جريزمان كان رائع. دمري يا جماعة الخير، حركات الكسرة يمين يسار، يكسر يكسر يمين يسار، هو اللي صاب، هو اللي صاب نفسه بحركاته يا جماعة الخير، مراوغات غريبة، مو واحد طقه وكذي، مراوغاته غريبة، مراوغاته غريبة أقسم بالله، هذا بس يصاب بس يصاب، هازارد هازارد الجديد، لا تستهزئون بالفرقة اللي كذي. هدف جريزمان أقول هدف فلوريس، حلو، وجريزمان مبابي صح إنه سوى، ولكن مبابي يعني باص لعب باص حق هذا ومدافع رجع حق جريزمان، وجريزمان تحركه حق الكرة، توقع الكرة انها راح ترجع وراح تمركز مع بنزيما، شفت ديمبلي كان واقف عند خط ال 18 ما يتمركز، لا جريزمان جاي من ورا بعد مني ديمبلي، جريزمان يا 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 شاط يا يا ديمبلي واقف، ديمبلي واقف، لو جريزمان جاي كان ما ردت حق احد يعني فتحرك جريزمان مفيد، رمية نورس الجبار هذا، يقول لكم ليش الحارس لازم يكون عنده تمريرات دقة، نفس أنس لما يلعب حق صلاح إدرسن لازم الحارس يكون عنده تمريرات، يا جماعة تخيل المدافعين ما عندهم تمريرات، الحراس أليسن قاعد يلعبون تمريرات، كيف كذي يعني؟ أقسم بالله ما يشلعب، انتهت المباراة بتعادل 1-1، وهذه نقطة وقف عليها يدي شام، وضد البرتغال 100% لازم تفوز، إذا ما فزت فيها وعليها يعني يمكن ما تتأهل. روح مباراة فريق البرتغال والمانيا، مباراة رائعة جدا، رونالدو يا جماعة الخير حركاته التفلسفة احسن، متكبر يا جماعة، مع احترام هذا اللاعب جدا اسطورة ورائع وكبير وسجل وساهم كل شيء ورجل المباراة بالنسبة للبرتغال. كرسنس اقسم بالله جبار يا ولد، فريق المانيا منتخب ذكي، كرة من مثل عند كيميتش، كرسنس مني حلو، كيميتش يلعب عرضية، كرسنس يطلع، هافرت مني يطلع لي يلعب له بوم، هذا العبو هذا العبو اقسم بالله اللي يستاهلون. قلبوها يا جماعة الخير، الهدف الأول، الهدف الأول من مال البرتغال هو هدف فرناندو سيلفا برأيي، هدف فرناندو سيلفا، التمرير اللي لعبها ياها شفته سهل اللي سواه، لعب باص، أنا أحس إن هدف رونالدو وهدف رونالدو هو، ولكن الهدف من رونالدو أكيد، وهدف من فرناندو سيلفا، فرناندو سيلفا والتمريرة الساقطة لجوتا ما لعبها حق رونالدو، رونالدو متسلل، رونالدو شلون دخل بين المدافعين وتمركز صح، لو ما تمركز صح كان جوتا شاط ما في أحد يمه. كان ضيع صدقوني لأن نوير كان طالع وياه، كانوا طالعين، كان في لاعب ونوير ما مستحيل يقول له جوته، كان تي لعب باص حتى كان يبي يشوت ولا
يعني قبل يعني شكو يا رونالدو، بس رونالدو كان فتح له، ولو ضيعها راح يحطون عليه، راح يقول انا فاتح لك، شي راح يسوي لرونالدو، شي راح يسوي مني مني يلعب لي. سجلوا الهدف، الالمان ما نهاروا ولا انا نهرت، كنت اشجع الماي في المباراه، ولا انا نهرت، كنت راح يرجعون راح يرجعون، ولكن ما قلت يعني بس من داخل قلبي قلبي انه راح يرجعون راح يرجعون. رجعوا على طول ثانيتين قاعد يسجلون هدف الاول، هدف كوسيس، والتحرك اللي سواه، التحرك اللي سواه عشان يلعب كاي هافرز، اقسم بالله هدف جبار. يقولون قوى على نفسه، يقول اوكي قوى على نفسه، لكن تحرك كوسيس اقسم بالله نجم المباراه، نجم المباراه. سجلوا قلبه والثاني والثالث من قلبه المباراه، اخر 60 دقيقة، 60 دقيقة الماني كانت ماسكة اللعب. بعدين اخر 30 دقيقة، 20 دقيقة مسكوا اللعب شوية، البرتغال حرك اللعب، رونالدو سانشيز نشط اللعب اكثر، لاعب يمين لاعب يسار حرك اللعب شوي في الوسط. رونالدو نهار صراحة، ويعني ما عصبه، ولكن جماعة الخير انا صدقت رونالدو انه كان يتكلم مع كروس، هذا علاقة مبينة كبيرة، ولكن كروس وعده ان كروس قال له انه خلينا نبدل البلوزات. بعدين رونالدو اخر شيء كان يقول له اوكي خلاص تم. بعدين رونالدو عطى واحد من جماهير بلوزته ساحب على كروس، مع انه علاقته كبيرة معه، ولكن السحبة هذه ما ادري شنو قصته، تقول تفسيرها تحت بالكومنتات، اذا تبون نقرا ونشوف عنها تفسير شنو صار على المقطع تقول تحت بعد التعليقات، لا تنسى لايك اشتراك تفعيل التنبيهات، انستغرام تويتر تويتش تحت بالوصف. انا تحت لكم، مع السلامة، وانتظروا تحليلات اليورو، مع السلامة.